الكورسي وكيف تغير وطور استعماله عبر التاريخ بمحطتنا التالية مع لما. شوفي مين كان بيقول انه هيك اليوم نحكي عن الكورسي من وجهة نظر شو بدي اقول 180 درجة مختلفة عن اللي كان يمكن بالقبل؟ طبعا، لانه كان الكورسي يعتبر كيف بدي اقول لك شيء ما بينحكى فيه، وشيء سكسي وشيء عيب وشيء تحت الثياب، وتطورت الامور مثل المعنى هاو تو بي ديسنت، يعني هل هالشيء مبتذل او مش مبتذل. صرنا نحكي بالكورسي مثل ما بنحكي باي قطعه ثياب، بالقميص او ابدا عاديه. الكورسي طلعت بلشت من كلمه كور الجسم، وانتقلت على باريس. هي بلشت بايطاليا اول شيء، نقلتها كاترين دو ميديسيس، تجوزت وراحت على فرنسا وجابت الكورسي. ليه؟ كان عندها عقده النساء سيداتي اللي خصرن عريض. ايه هلا انا بيل عنوة، هلا انا قطع نفس لانه لازم الخصر يكون كثير صغير، بس مثل ما عم نشوف بالصوره مش مثل الكورسيه اللي انا لبسته اللي هالقد سهل عم ببقى مكزدر فيه. كانوا قصاص بكل معنى الكلمه، معمول من حديد، من خشب، من عظم، خشب وعظم وحديد. يعني بلش بال 1700، وكانت السيده مفروض عليها هالكورسيه. مع العلم انه نحن بنستعمل الكورسيه بايماتنا كمان للاشياء الصحيه، اللي عندها سكوليوسز، اللي عندها وجع ظهر، بيوصفوا لها الكورسيه. فكان الكورسيه من ميزات الجمال للسيده، ودائما كانوا ينقوا العرسين ازواجهم قديش كبر الخصر صغير، يعني شيء تعطيه قديش بالمزورة بالمزورة، مع انه كثير حلو بيعمل شكل الجسم رائع جدا. فعلا الكورسي كان له ميزاته بس كان له سيئاته، لدرجة انه يعملوا امساك. شوفي هيدا الكورسي اللي عمره من سنة 1700، هيدا الكرسي معمول من خشب عادي. عم تصوري حالك انت لابسه خشب، نحن تياب ما عم فينا تياب عادي مش عم فينا نحطهم على جسمنا. بس ما كانوا يتحركوا، يعني كانوا النوبلس يلبسوهم السيدات. ايه ما هيك انه لازم ضلك قاعده وما عم بتلبسي، ما بتتحرك. وتصوري انه مع الايفونتاي ما فيها تتحرك اكيد. وكان الكرسي كانت تلبسه الملكه، يعني شوفوا قديش كان انه رفاهيه، وكان انه ما حدا يقول عنه عيب. بعبر التاريخ صاروا يلبسوه بالكباريات ويلبسوه. اذا بتشوفي كيف انتقل هالكرسي عم بقلك 180 درجه، يعني قلبت القصه. بعدين عندك رجال، عندك رجال، يعني دكتور الفريد هلا حين اذا قعد معنا كانوا يلبسوا كرسي، كانوا يلبسوا كرسي، لانه هلا بهالايام بيعملوا الشباب مسكولاسيون مثل ما بتشوفي، لحتى لحتى ينفخوا عضلاتهم. الشيف شادي ورا بالمطبخ بمرن عضلاته، الكتاف كان لازم يكون عراض، ودائما حتى عند الرجال كانوا يحبوا يبين خصرهم. اليابان الساموراي كانوا يلبسوا لحتى ما ينخدشوا هنو عم بحاربوا. بس الامراض اللي اكثر شيء ضربت النساء، هلا رح اسمع يمكن ضحكه، هستيريا، هستروا النسوان بكل معنى الكلمه من الكورسيه، لانه الضغط اللي عيشوه ما في نفس، ما في نفس، ويصير اعصابهم تعبانه. بقى هونيك بلش الستريس، هونيك بلش مش عنا. بقى كنت تنزل بالدعايات ينصحوا كل النسوان يلبسوا الكورسيات. في خبريه حلوه عن الرجال، بعدنا حتى الاطفال بالدعايات كانوا يلبسون كورسي. بعدين في خبريه عن جون كينيدي، جون كينيدي كان يلبس كورسي، كان يلبس كورسي لانه كان عنده اوجاع، وبيقولوا لهلا يعني بعدهم بيقولوا انه يمكن مات لانه بعد ما اكل اول رصاصه لابس هالكورسي اللي كان مجمده لدرجه انه هي كود نوت موف، ما كان يقدر يزيح بسهوله، فوصلت له تاني رصاصه. فمن وراء الكورسي انتبهوا، يعني احنا مش حيجي اوصونا، يعني مش ما في مشاهير، ما في كذا. بس هلا رح نشوف نحن وياكم صوره سيده ربحت بالجينيس
يا رب ما تقلدوها، يعني بدها شوفيه من هلا لبكره. هيدي صوره منها فوتوشوب، هيدي منها هيدي صوره مظبوطه عليها اصغر خصر ممكن تشوفوه، بتاكل بتشرب بتنام بتتحمى كله بالكرسي. ها لا بس انتوا عينكم ما تشوفها بلا الكرسي، كل اللحم قشط، كل جسمها تغير ترهل وحتى ضلوع، كانوا في ناس وبعدهم لهلا في بعض المنكنات بحب خبركم بس بيعمل سؤال، وين حاطه وين حاطه كلاويه كله عم بقول لك بيعمل ضغط ورا كله نزل تحت صار في بوزونتور نزل كله لتحت فبليز ما تقلدوها لانه هيدا مرضي اوكي هيدا الشيء كثير غلط وبيعمل امراض كثير كبيره. في عندك مانكينات بيعملوا عمليات وبيشيلوا ضلوعهم ليبينوا اصغر. ايه هذا كله عم بقوله مش لشجعكم، لحتى اقول قد ايه هالشيء كثير غلط وخطر. وصلنا على الكرسي الحمد لله. خي نشكر الله لا ما في حديد ولا خشب ولا في شويه حديد يعني الحديد الصغير يكون قطع نفسي. هلا رح نشوف الكرسي اللي هن اللانجري. هيدي من اجمل كورسيات فيك تشوفيها، كلها انوثه، صرنا بنحكي بالكورسيه مثل ما قلنا بكل سهوله، دائما بالجهاز موجود بالجهازات العرايس بتلاقيها، صار الكورسيه بينلبس فوق التياب، يعني هلا عم نشوف فستان نصه كورسيه ونصه تنوره. مين بيقدر يلبس كورسي هلا؟ لقلكم انه في عنا نوعين كورسي، عنا كورسي بزيبر يلي هو ما بيتوسع، بليز البسوا الكورسي يلي ما ببقبقكم من فوق، يعني اقعدوا في اي ما سوق تجبروا. ما تجبروا حالكم لانه حتى المراه يلي منا الفتاة او سيده يلي منا ناصحه وعندها اوفر ويت بده يدلق على الشد بده يصير يطلع. بدنا نجرب الكرسي اللي بيساعدني بين رفيعه بس بلا ما اكون مبلدقه. في شوف ايه معك شوفي شوفي لحظه انه نحن قلنا لكم اوكي كونوا كول كونوا عاديين لبسوا كرسي، هذا مثل الكرسي بس للخصر. السيد اللي لبسته لو لبس هالكرسي تحت غاده تحت التياب مش اصبر انه لبسه اسود وكرسي تحت التياب كانت بيانت انحف واضبط من هيك. اوكي بالنسبه للكرسي اللي عنده شرايط مثل مني انا لابسته، هيدا الكرسي بيساعدكم فعلا ياخذ فورمه جسمكم، وانا بنصحكم هو الاهين الاهون لحتى ما نطلع مبتذلين باللي لابسينه. واخيرا هون عندنا الفساتين الاعراس كلها اجمالا يلي بتكون بنعمل لها كورسي، بنصحكم يلي بيشتروا كورسيات يبطنوهم بقطن بس ما يا كبسونات يا بطريقه شليخ شلوخ لحتى الكورسي ما فينا دائما نغسله، في دونتيل في ساتان فمنفك هالبطانه اللي بتتغسل وبنرجع بنركبها. بقى فساتين اعراس انا بلاقي انه كثير حلو خاصه بهدول الشيبس مش الدونتيل انه ينلبس كرسي. هيدا شو؟ هيدا شو في؟ هي محاولة كرسي حرف السي من الكرسي هيدي. هيدي ماشي هيدي بس رسمة الكرسي على قماش مي عادي. يعني في كثير بشع، يعني يا ريت شلت الدسان تلبسها بلا الدسان. بلاه كرسي. هيدا وقت واحد بيروح على الشغلة يعني بيصير كثير فعلا طالع منها مش عارف شو بده. هيدي هي تنوصل بالموضة خبيصة بتصير 100%. فإذا لبستوا كورسي بليز قيسوا قعدوا بالكورسي اوكي وما نكون كتير مبتذلين، يعني لحتى ما نخلي افكارنا كتير تروح لبعيد. خلينا قطعة نعتبرها قطعة حلوة تكون حلوة ومرتبة ونكون كلنا برا، خلي نصنا جوا وشوي هيك نحافظ على اللباقة وشوية الموسم. ميرسي لك لما ميرسي لك كثير. بنشوفك بكره كمان في عندنا كرسي. لا خلصنا حكينا عنه، بكره عندنا اشياء ثانيه اكيد بدنا نحكي ان شاء الله فيها ضمن شوفي. انما هلا رح نتابع فقراتنا مع دكتور الفريد كرم لحتى اكيد ننتقل الى المواضيع الصحيه.
دكتور كرم صباح الخير. كيفك اليوم؟ صباح النور. الله يخليك يا رب. ماشي الحال؟ ما راح نعلق لما بدها شي حبه او واحد يصير دغري هيك بالكرسي. انا شانسي حلو انه بيمرق هيك انترفيو، يعني بيمرق هيك الفقره قبل دغري تنحط اجواء فيها علم وفيها تثقيف لكن بمرح، وان شاء الله نحن بنمرق هالفقره كمان. لا اكيد يلا نحن اليوم طبعا مع بروبيوتيك بلاس يلي هيك بتحس انه مع تغيير التأس كمان الناس بترجع اكثر بتقول بدي انتبه وبدي اعمل وبدي الى اخره، فبفتكر هلا هي فتره مهمه لالهم. صح. كليتنا بنحلم يكون عندنا خصر صغير من هيك. شقت خصر لعبتنا يا لما. لا من هيك كانوا النساء حتى الشباب اللي بدهم ينفخوا صدرهم بحبوا يكون خصرهم صغير. البروبيوتيك بلس مش الخصر، البروبيوتيك بلس يروح بيشتغل على الجهاز الهضمي وعلى المصران، والمصران لما ينفخ بينفخ المعدة والخصر كله. صحيح. المصران بيطلع مصران صاعد بيروح لحد تقريبا الرواية، بيروح المصران الأفقي وبينزل المصران الهابط أو النازل على الشمال وبينزل على المخرج. إذا نحن عنا مصران حد المتر أو متر ونص، يعني إذا نفخ رح ينفخ 10 أضعاف حجمه. بعض الأحيان المصران لهالسبب بيقول لك الشخص أو بتقول لك المرأة أنا حاسي إنه بطني بالون، في بالون ببطنها، يعني في تياب كانت تلبسها الصبح ما عم تلبسها بعد الظهر. بس في ناس ما بيعرفوا بفكروا حالهم نصحانين أو أخذين وزن زايد بصيروا بيروحوا على ريجيم. إيه؟ وما يعني بتتلخبط فيهم الأشياء ما بيعرفوا يعرفوا كيف يتصرفوا. بس عادة إذا نفخ هيك رح يعرفوا انه في نفخه لانه في انزعاج. اذا نفخ نفخه صغيره وحسوا حالهم انه ما عم تفيد فيهم تيابهم لانه بتكون تيابهم على القد، يمكن يحسوا حالهم زايدين وزن. اما اذا كان المصران راح للاقصى حد ما معقول الا ما يكون في انزعاج وما في راحه، حتى بعض الاحيان بصير يضرب على القلب ويعمل طقات قلب سريعه، بفكر واحد عنده مرض قلب او مشاكل بالقلب وبيركض على المستشفى emergency بحالة خطر. نحن ما بدنا لا نهون مشاكل القلب ولا نصعب مشاكل المصران، كل شيء نعطيه حقه. نحن بهمنا أنه نتعرف على هالبكتيريا اللي اليوم الطب سماها probiotics. وبحب أقول لكل مشاهد عم بيشوفنا أنه مثل ما في بكتيريا ضارة مثل ما في بكتيريا قوية، هالبكتيريا عندها غريزي بتحصن حالها تتكاثر، بتعمل سوليداريتي، بتعمل شو سوليداريتي بالعربي مساعدة بين بعض، تضامن، بتعمل بتتضامن مع بعضها لتقوي حالها تقيم وتبقى. نحن منعرف هالشي ومنعرف مثل ما في بكتيريا ضارة وبيوصف لها الطبيب لما يكتشفها أنتي بيوتيك لحتى يحرمها الضل، بده يقتلها، بده يعمل لها اسفكسيه يخنقها يريحنا منها. كمان في بكتيريا صديقه، لازم نتعرف على هالمفهوم الطبي الصحي العلمي. وهيدي اللي بتساعدها حتى تتكاثر اكثر من ال، وهي عند الغريزه بتحب تتكاثر. ولما تتكاثر بتعمل تضامن، بتعمل اقامه، بتستوطن، ساعتها صار من الصعب انه تجي بكتيريا منافسه تاخذها. من هيك اللي بيكون عنده متاعب نفخه، متاعب غازات، متاعب عسر هضم، امساك، اسهال، روائح فم كريهه، متاعب بالجهاز الهضمي، بتروح معه مع الوقت وبالطول بصير يتحملها وبصير ياخذ لها بعض الادويه او بعض الاشياء حتى يرتاح منها، يوم بيرتاح يوم بيرتاح. ليه؟ لانه من الصعب هالبكتيريا اللي هي تمركزت انه تروح. شو بنعمل نحن؟ مع كل الادويه اللي بياخذها الشخص يعني ما بتعود تروح. ليكي في ادويه الانتيبيوتيك هو الدواء الشافي والنافع والطبيب على حق بيوصفه، لكن بس ما بيكون عم يعطي الجيد. ايه لكن شو بصير؟ ما هو هون ايش ليك بين هلالين، اتصل فيي هلا شخص انا وجاي على الفيوتشر وبيقول لي انا اخذت من 6 سنين فقط 3 حبات انتيبيوتيك، ما راح اقول عن اسمه، مش من هون من لبنان، هالدواء ما عندنا اياه بلبنان. بعد هالـ3 حبات صار عنده دياريه هائله، وقفوا دغري.
بعده لهلا ست سنين عم بيتعذب، عم بيحكي لي قديش عم بيتألم، قديش بينزوي بعض الأحيان، قديش بيتحسس المأكولات وشو اسمه، وعم بيقول لي سمعت عن البروبيوتيك بلس، إن شاء الله إن شاء الله بعد أسبوعين، لأنه طلبت منه ياخذ الطريقة، أعطيته كل المعلومات أنا وداخل، ولأنه بنعرف نحن حبة أنتيبيوتيك وحدة بعض الأحيان بتخرب التوازن، لكن لما الطبيب يوصفها من الضروري ينبه كمان المريض حتى ياخذ بروبيوتيك او يروح لغذاء تام. عاده الجسم رح يرجع من الطبيعه ياخذ البكتيريا الصديقه. خلينا بس بما انه اخذت حضرتك اتصال تفضل. نذكر المشاهدين كمان اذا حدا حابب يتصل وعنده اي مشكله او كمان اي تعليق على بروبيوتيك يمكن يكونوا اخذوه واستفادوا منه كمان. نحن فاتحين الهواء لحتى يقدروا يتصلوا فينا. فاذا من هلا لاسبوعين مفروض انه يكون تحسن. اكيد اكيد. ليك شو بيقول كلود برنار، وهيدا أبو الطب المخبري، هيدا شخص درس تعلم قاصة راح اشتغل 40 سنة بالمختبر وسموه لو بير دو لا ميديسين اكسبيريمونتال، أب الطب المخبري. كلود برنار مش مين مكان، أوكي، طبيب اليوم تشهد في العلم، بيقول هو شو عمل، شو حب يعمل، هو حب يخلص الناس، يخلص الإنسانية، يعطي للطب دفعة قوية يريحه من الميكروب، يريحك أنت وأنا من الميكروب. 40 سنة اشتغل، بعد 40 سنة قال أنا غشيم. قال أنا ما عم بعمل مزبوط، أنا مخطئ بحق البكتيريا. لو ميكروب ني ريان، سي لو تيران كيتو. الميكروب هو لا شيء، الفيروس هو لا شيء، ما بدي اهتم فيه، ما بدي روح، هو لا شيء. البنية هي كل شيء، يعني شو عم بيحكينا؟ عم بيقلنا لما نحن جهازنا الهضمي، جسمنا ومناعتنا قوية، ما منخاف، ما علينا نخاف، ما في مشكلة، الله خلقنا بجهاز مناعة وقدرة. اليوم تعرفنا على البروبيوتكس هي جزء بدون ساعتها ما تأثر، من هون أهميتها، من هون نحن عم نشد مع بعضنا، عم نحكي، عم نروح، عم نجي تنين وإربع، عم نعطي معلومات، وهالمعلومات هي معلومات علمية، أكيد مبطني بماركة، مبطني بشي تجاري، دواء بشو مبطل؟ مش رح نلاقيه يعني بلوية. يا ريت يا ريت نلاقيه باكلنا الطبيعي. نحن غير عن المخلوقات الباقية، شركائنا بالكون، الحشرات، حتى البكتيريا، حتى الحيوانات والنباتات، ملاصقين بغريزتهم حياة الطبيعة، لهيك ما يعني ما بيمرضوا قدنا، لأنه نحن عم نمرض أكثر، عم نبعد عن هالطبيعة، عم نبعد عن أهم شيء هو تقوية المناعة فينا والبكتيريا. إذا البكتيريا الصديقة الموجودة بالبروبيوتيك بلس عندها غريزة، بتحب تتكاثر، بتحب تنمى، بتعمل تضامن بين بعضها، بتقيم وبتبقى وبتعيش. من هيك نحن شو بنقول؟ خذوا بكثافة أول مدة. ليه؟ لأنه إذا في بكتيريا ضارة بدها تنفسها، ما رح تخليها تبقى. من هيك عم نقول كتروا، من هيك عم نقول عطوه حياة لحياتكم، عطوه حياة لصحتكم، وخلوا هالبكتيريا اللي هي أصلاً ما عندها أي مضار، ما عندها أي سلبيات، ما عندها أي آثار سلبية على الجسم، كثفوا منها بالبداية، خاصة المرضى اللي عم بياخذوا أدويتهم المستديمة، مرضى القلب، مرضى الضغط، مرضى السكري، كل هالمرضى. في أشخاص تاخذ 5-6 أنواع من الأدوية يوميا يعني. من هيك ضروري ياخذوا هالبروبيوتكس حتى يروح ويحسن ويحصن المصران اللي هو جزء أساسي لإلنا، هالمصران في علاقة وثيقة بينه وبين الدماغ، لهالسبب كثير من الأحيان بنكون حالتنا الهضم، جهاز الهضم تعبان، نكون نفسيا تعبانين. اذا نحن كل ما نحسن، كل ما نحسن من صحتنا، واحد بيضوج بحس حاله مش عارف شو، مش مبسوط، منزعج، مكتئب بعض الاحيان. فمن هون نحن صار فين بين ايدينا علم جديد، مفهوم جديد، صحه جديده، افضل من وجد عالميا. عم باكد لك غدا، عم باكد لكل مشاهد يبرموا يفوتوا على الانترنت يشاهدوا. عم بتقول حضرتك يكثفوا بالبدايه، قديش فيهم يكثفوا؟ 3 حبات لثلاث اشهر، ما عدا المريض اللي بحاجه بيحكيني لإلي بعطيه بطريقه خاصه. اوكي. ثلاث اشهر حتى هالبكتيريا تتضامن مع بعضها، تكون، وشوفي شو بده يرتاح الشخص، شوفي شو بده يلاقي نتائج هائله، ان كان طفل ولا امراه. في اتصال عم بيقولوا لي. في اتصال، اي نعم. الو؟ الو؟ الو الو، بونجور. بونجور، لو سمحتي. الو، تفضلي، عم نسمعك نحن. ايه حبيبتي، لو سمحتي في احكي مع الدكتور اساله سؤال. ايه ايه يلا حبيبي. لو سمحت دكتور، بدي اقول لك انا صار عندي سمنه، يعني زاد وزني من 5 سنين لهلا بوزن زايد كثير. نعم.
وهلا انا عندي اجمالا بضل عندي نفخه نعم، بس انا كثير صار عندي بطن نعم، يعني انا جايبه 4 أولاد سيزاريا. الله يخلي لك هني يا رب. الله يخليك، بس هلا صار عندي بطن عم حاول اعمل ريجيم، بس عم حس انه بضل بطني ظاهره كثير عم بتضايقني، شو ممكن تنصحني؟ يلا رح ساعدك، يمكن الوقت ما يكفي. أوكي. رح بعطيكي رقمي 03. اخذته اخذته. اوكي عافيك، اتصلي فيي بعد الحلقه. أوكي. شوفي بس اذا حدا عم بيسمع مثل حالتك ايه كمان. ضروري ليكي اوعى شو بيقولوا الناس يخلونا نفكر انه في حبه موجوده بناخذها ونبلش نضعف وبناكل شو ما بدنا ناكل. لا. انا بنصحك بروبيوتيك بلس مي، خدي حبتين بعد كل وجبه طعام لاسبوعين. ارجوك اتصلي فيي هلا، وخففي خبز نشويات وروحي نحو الخضار والفواكه. ارجوك اتصلي فيي حتى اعطيك العلاج كامل. نرجع نلتقي فيك على رد الاسبوع المقبل. اهلا وسهلا فيك دكتور كرم، بريك صغير وبنرجع نتابع فقره.